موجز الأخبار من أورينت، أهلا بكم مشاهدين الكرام. كاميرا أورينت ترصد توافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم بعد قضائهم أمس يوم التروية في مشعر منى. لكل المسلمين مليون حاج من مختلف بقاع الأرض من كل فج عميق جاءوا إلى هذا الصعيد، جاءوا إلى هذا المكان. مجلس الأمن الدولي يؤجل التصويت على تمديد إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا للمرة الثالثة، والأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتمديد التفويض عاما كاملا. الجيش التركي يدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى الشمال السوري ويكثف قصفه على مواقع ميليشيا قسد في ريفي الرقة وحلب. مقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار غرب البلاد، والشرطة تقبض على المهاجم وتعلن أنه عضو سابق في قوة الدفاع الذاتي البحرية. قوات الأمن التابعة لنظام الملالي في طهران تهاجم العمال المضربين عن العمل لليوم الثالث على التوالي في منجم سونكون ورزقان للنحاس في محافظة أذربيجان، رافضين مطالبهم بتحسين ظروف عملهم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.